ننتقل لشمس الأغنية العربية نجوى كرم، واللي تواجدت بدبي لأحياء حفل جماهيري كتير كبير. وأنا كنت هنيك بهذا الحفل، سألتها عن جديدة وشو عم تحضر لجمهورها. شوف شو قالت. كل حفلة بتخليك بتعطيك حافز أنك تتحدى حالك بحفلة أفضل وبحفلة أهم وبحفلة تكون فيها أنت الأفضل. شو عم تحضر نجوى بال2022 للجمهور؟ عم نحضر كتير أشياء إن شاء الله الظروف كمان تسمح بكل العالم. بدنا نحضر أغاني جديدة، لازم نرجع نطلع على الفن. صراحة اللي قالولنا أنه التعايش، الحياة قبل كورونا غير بعد كورونا، لازم نتعايش معها. الظاهر أنه الكل عم يتعايش معها، بس ما فيها كورونا تأثرنا لدرجة أنه نبطل نطلب جديدنا. أكيد تحية لنجوى كرم.